وغينيا الطامحة للتواجد في المربع الذهبي. أسئلة عميقة بكل حمولاتها طرحت وستطرح مع هذه البداية الجميلة من دون مقدمات الكرة الغينية المحاربة. وفي المحور جوليان جونفي، وكذلك حذاري من الأخطاء، حذاري من الهفوات ذاويصة الذي يريد في هذه المباراة أن يضع النقاط على الحروف. عادت مرة أخرى جملة من قاموس تمريرات الكرة الغينية وجملة من تمريرات الكرة الإفريقية، ولكن ماذا يقول الحكم السيد مصطفى غربال؟ صفر ركلة جزاء. خيبة قادمة لمحمد دابايو، يتقدم من هنا ويسجل جول. بدأت الدقائق مسيرة العد، أول الأهداف، أول الضربات. وقد تظهر توزيعات ماسواكو المحكمة في القائمة الثانية. شانسال امبامبا ضرب بعواصفه جدران الخيبات، جدران البدايات المتعثرة. عدل ميزان الحوار بين الطرفين وعاد المباراة إلى نقطة البداية. يا له من شانسال امبامبا. طريقة الخروج بالكرة تحت عامل الضغط، رسم كرة جميلة قادمة قابية قادمة، ولكن هنا كرة بمحاولة عن طريق فانسونت طيحها، وعادت مرة أخرى بهجمة كونكورية. الفهود تتقدم، الفهود تسير شيئا فشيئا لتأتي بثاني الضربات. خطوات الفهود تسارعت لتصل إلى خط النهاية. يتقدم بهذه الخطوات ليصل بعد ذلك جول. الفهود تسير بسرعة مذهلة. الفهود في الماما أفريقيا لا يؤتمن جانبها على الإطلاق. كرة بمحاولة قادمة، لا 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 لا. بالضربة القاضية وبالكرة المخادعة تفعلها الكونغو الديمقراطية، وتتكلم بلغة الفن النبيل. الكرة القاتلة خلاص. ضيع سيلاس آخر المحاولة.